الرياضه اليوم داخل قطاع الاعتقال اتحاد الوطني لكره المغرب المجموع خروج كافه الشهداء الحريه والعتق الى كافه المعتقلين السياسيين. احنا مناضلين ديال اتحاد الوطني لكره المغرب ديال الناس الديمقراطيه القائده الى جانب الجماهير الطلابيه بموقعها المهرج كما دابت العاده. نخلي يعني الاول من ايار فاتح ماي عيد الاممي للطبقه العامله بفهم يعني صحيح بفهم ان المسؤول الاساسي ولا الاستغلال القائم في ربوع هذا العالم ككل في كل المناطق وفي كل الدول هو استغلال تطاحني بين راس المال وبين العمل الماجور، استغلال لدماء واستنزاف لدماء الطبقه العامله. نخلدها اليوم ليس من باب الاحتفال ولكن من باب الوقوف على جرائم الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي وما اقترفه في حق شعوب العالم وخصوصا الطبقه العامله في طليعه يعني الشعوب ومحرره الشعوب محرره نفسها ومحرره الشعوب كذلك من نير الاستغلال والاضطهاد الطبقيين. نتواجد الان كذلك لفرح كل الممارسات الهادفه لتقزيم هذا اليوم ولاعطائه مضمون احتفالي يتنافى واهات ويتنافى ومعاناه الطبقه العامله امميا. هذا اليوم هو يوم لتنديد، هذا اليوم هو يوم للاحتجاج وللنضال ليس يوما للاحتفال. كذلك ننديد بالجرائم ديال النظام القائم عبر ربوع وطني للجارح مخططاته الطبقيه لا سواء المستوى الصحه ولا كذلك التعليم ولا كذلك الوظيفه العموميه اللي نشاهد في الاونه الاخيره هجوم شرس على كافه القطاعات الحيويه. اكيد سنستمر في نضالنا الميداني في صرخاتنا وفي تعبيرنا المبدئي والنضالي وكذلك الميداني على هموم الجماهير الشعبيه وفي مقدمتها الطبقه العامله. وتحيه نضاليه لكم.